في الجولد كوست مجموعة من المدن الترفيهية. هذه مدينة الموفي وورد أو عالم وارنر برادرز. هذه المدينة مربوطة غير الألعاب مربوطة بالسينما. عندهم شخصيات كرتونية شهيرة مثل باتمان، سوبرمان، سبايدرمان وغيرها من الشخصيات اللي يعرفونها الأطفال أكثر. لهم عدة فروع وآخر فروعهم في أبوظبي. هنا في الجولد كوست سعر الدخول للشخص الواحد $95 وتلعب الألعاب اللي تبي. هذا هو الكافي ماكس برينر في منطقة الساوث بورت. معرفتكم على محمد النعيمي. يا مرحبا. من الإمارات. إيش رأيك بالكافي؟ والله ما شاء الله تبارك الرحمن أكله جدا لذيذ. الكاكاو اللي عنده خرافي. أنصح الصراحة التجربة. السلام عليكم. صباح اليوم الخامس في مدينة كولد كوست. هذه المدينة تعد من أهم المدن السياحية في أستراليا. الأماكن اللي ما زرتها في هذه الزيارة سبق أن زرتها في عام 2016 والتغطية موجودة. اللي يميز الجولد كوست أنها مدينة متنوعة ومتعددة الأنشطة ودرجات الحرارة هنا جدا رهيبة. يعني الآن حنا في فصل الشتاء ومع ذلك درجات الحرارة مقبولة وتلبس صيفي أيضا في النهار، بينما في المدن الثانية مثل سيدني وملبورن لا، درجة الحرارة متدنية وبرد عندهم. اللي راح يجي في فصل الصيف عندنا يعني في فصل الشتاء عندهم راح يجد أن المناطق دي جدا مناسبة على امتداد بحر الكورال التابع للمحيط الهادي. وأيضا يميز الجولد كوست أنه قريبه من مدينة بريزبن، ثالث أكبر مدينة في أستراليا، فيها مطار جولد كوست، وأيضا بريزبن فيها مطار، وفي مدن جميلة على امتداد الساحل بعضها يعني غير معروف جدا بالنسبة للخليجيين، معروف أكثر بالنسبة للأستراليين. في الرحلة الماضية لأستراليا وفي هذه الرحلة لاحظت ملاحظة عجيبة بالنسبة للطلاب المبتعثين في هذه الدولة. بعضهم مبتعث طبعا قديم وبعضهم ما زال عندهم اهتمام لهذه البلد عجيب. مجرد ما وصلت صورت يدخل عليك السلام عليكم ويسرد لك قائمة بأفضل الأماكن أفضل المطاعم، شيء ما تتخيله مشاركتهم. يعني متفاعلين بدرجة لا يمكن وصفها. بلدان ثانية فيها طلاب مبتعثين متفاعلين لكن ما يصلوا لهذه المرحلة، خاصة جولد كوست ملبورن. فيه كأنه ولا لهذا البلد، ودهم أن أستراليا تظهر بأجمل حلة، وما لهم صراحة. سيارة قبل ما رجع الديزل سعر اللتر $1.46 دولار أسترالي، والبنزين الأخضر $1.28. طار سيدني أكبر المدن الأسترالية. وصلنا مع المجموعة إلى سيدني، وهذه غرفتنا في فندق بير ون في وسط المدينة. أشهر معلمين في سيدني المبنى اللي أمامي دار الأوبرا، وهذا الجسر الفولاذي جسر هاربر. من المناطق الحيوية في سيدني هذه الشوارع كلها تسوق. هذا شارع بيت تحت برج عين سيدني. وهذا الشارع الشهير شارع جورج كله براندات عالمية. وفي المبنى الجميل هذا مبنى الملكة فيكتوريا. هذا مبنى الملكة فيكتوريا من الداخل عبارة عن سوق. عمر هذا المبنى تقريباً 120 سنة.
من الأماكن الشهيرة في سيدني دارلينغ هاربر، هو ميناء ولكن فيه ممشى جميل وأماكن للترفيه إضافة إلى المطاعم والكافيهات. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير من مدينة سيدني أكبر المدن الأسترالية. هذه الإطلالة من برج سيدني، أعلى نقطة في هذه المدينة. ارتفاع البرج 309 أمتار. الدخول للبرج بقيمة 29 دولار أسترالي، ولكن إذا كنت بتروح أنشطة ثانية ممكن تأخذهم كباكج واحد يطلع السعر عليك أقل. البرج تشوف أبرز معالم سيدني، وهذه حديقة هايد بارك، أقدم منتزهات أستراليا. وهنا دار الأوبرا وجسر هاربر. شكل برج سيدني، احنا في هذه المنطقة، إذا بتطلع فوق سكاي ووك بتذكرة مختلفة 42 دولار، ولكن في الوقت الحالي مغلق. هنا شارع جورج، مبنى الملكة فيكتوريا اللي كنا فيه أمس، وأيضا هناك الميناء دارلينغ هاربر. هذا جسر بيرمونت في منطقة دارلينغ هاربر. وهنا في بعض الأنشطة الشهيرة مثل الحياة البرية ومتحف الشمع والأكواريوم. هذا فندق دبليو تحت التأسيس، من المطاعم المشهورة في دارلينغ هاربر. هذا المطعم مطعم زعفران. وسائل المواصلات في سيدني، التاكسي المائي تقريبا يكلف للشخص الواحد من 20 إلى 25 للانتقال من منطقة إلى أخرى. في سيدني مهرجان للإضاءة ينتهي بعد 3 أيام، معطي منظر جميل جدا للمدينة في الليل. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير من مدينة سيدني، أكبر وأقدم المستعمرات الأسترالية.
Are you paying with? الحيتان أنواع عديدة، ويعرف هذا النوع بالحوت الأحدب أو يسمى بجمل البحر. طوله يتراوح ما بين 12 إلى 16 متر، وغالبا حجم الأنثى هو الأكبر. يبلغ عمره 6 سنوات، ثم يسافر آلاف الأميال لأجل التزاوج. طبعا يجي يستعرض سواء بضرب الذيل أو بالقفز أمام الأنثى لإغرائها. النظريات أيضا أن الحوت لما يضرب بديله البحر يعطي إشارة صوتية للتواصل مع الحيتان الأخرى، وأيضا يقال أنه يسبب فقاعات مائية، فبالتالي الأسماك تخاف وتهرع إلى هذه الفقاعات وبالتالي يتناولها، يعني طريقة للأكل. الحوت لما يبلغ وتزاوج مع الأنثى، غالبا الأنثى تحمل 2، يعني التاو تجيب 2 في بطن واحد، والحوت من الثدييات، فأنثى الحوت تلد وترضع صغارها. من أجمل الأماكن في مدينة سيدني هو شاطئ بوندي، شاطئ تقريبا يبعد حوالي 7-8 كيلو عن المنطقة المركزية. الشاطئ هذا مشهور جدا عند السياح، وأيضا هنا في مسبح كذلك مشهور، وهو أحد أقدم أندية السباحة في سيدني. تقدر تدخل هذا المسبح وتسبح بقيمة 7 دولار، ولما تكون الأمواج عالية يكون أحلى، تضرب الأمواج داخل المسبح. المسبح الآن ب8 دولار، كان قديما 7 دولار، لكن صراحة جميل. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. من مدينة سيدني أكبر المدن الأسترالية، اليوم إن شاء الله سنودع أستراليا. مجموعة من الشباب بيرجعون إلى سنغافورة، ومجموعة إن شاء الله سيكملون إلى جزر هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية. رحلتنا اليوم إن شاء الله من سيدني إلى جزر هاواي مدتها 9 ساعات ونصف إقلاع عبر المحيط،
وراح نعبر خط التاريخ الدولي، هو خط وهمي باعتبار أن الشمس تشرق من عنده، يعني راح نعكس الزمن، نقلع الساعة 4 العصر في يوم الجمعة ونصل الساعة 6 الصباح في يوم الجمعة، يعني ممكن نصلي صلاة الجمعة في سيدني ثم مرة ثانية نصلي صلاة الجمعة في جزر هاواي. اخترت صلاة الجمعة للتوضيح فقط، يعني حكم شرعي ما أعرف. فأيضا لما نصلي ظهر وعصر بحكم أنه بنقلع الساعة 4 راح نوصل هناك قبل وقت الظهر، فما أعرف أيضا هل يجب عليك أنك تصلي مرة ثانية أو لا، أعتقد يحتاج لواحد يفتي في هذا الأمر. بدأت الرحلة الجماعية اللي كانت بقيادة سعيد، رحلة فخمة والله، كانت ليلة واحدة في سنغافورة وأربعة في الكوست وثلاثة في سيدني، الغروب رجع إلى سنغافورة بباتهم بعد دينتين إن شاء الله كل واحد راجع لبلاده. كم كان السعر لما عرضناها ذاك الوقت؟ أول عرض كان 8400 درهم. 8400 درهم شامل الطيران من سنغافورة والعودة سنغافورة، يعني كنت فقط تحتاج تذكرة إلى سنغافورة من عاد دولتك. أنا أعتبره صراحة سعر مميز بناء على الفنادق اللي سكناه وبناء على أيضا أسعار هذه الدول، ما شاء الله. والرحلة الجاية الحين رحلة خاصة، بدينا رحلة خاصة إن شاء الله إلى الآن، ضبطنا الفنادق بعد دلعت. أستراليا بلد جميل يعاب عليها البعد، 16 و 17 ساعة طيران من الخليج حتى تصل لهذه الدول، تحتاج إلى تأشيرة، تأشيرتهم خلال نص ساعة وخلال اليوم الأول من التقديم غالبا تطلع لك. بالنسبة للنقاب والحجاب ما عندهم أي مشاكل. المدن السياحية المشهورة عندكم الجولد كوست، سيدني، ملبورن، وما بعد ملبورن من مناطق ساحلية جميلة، وأيضا ما بعد بريسبن من المناطق الساحلية الجميلة، اللي مطور راح يستكشف أشياء كثيرة. جميل أنك تأخذ في هذه المدن الصغيرة تأخذ سيارة وتتمشى على راحتك، أما في المدن الكبيرة ممكن تخدمك المواصلات العامة وجميع التطبيقات تشتغل هنا، أوبر واللي تعرفون يعني من خدمات موجودة هنا. اليوم حنا الجمعة، باقي تقريبا نص ساعة وتغيب الشمس، راح نقلع إن شاء الله إلى هاواي وبنصل الساعة 6 الصبح نفس يوم الجمعة.